اليوم الجزء الثاني من لعبة مريم. انتوا طلبتوا مني اعمل جزء ثاني وانا اليوم راح اعمله ونشوف شو راح يصير بعد ما وقفنا في اخر الفيديو السابق في القصر، وهل راح ندخل للقصر او لا. كملوا الفيديو الاخير مشان تشوفوا شو راح يصير، وقبل ما نبدا الفيديو حطوا كتير لايكات للفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس مشان يوصلكم كل الفيديوهات الجاية. ضروري تشتركوا في القناة لانه اكثر من 82% بيشاهدوا فيديوهاتي ومو مشتركين في القناة. شوف تنتظروا اشتركوا الان مشان تنضموا لعائلتنا عائلة حميدة. وهلأ لنبدأ الفيديو، ليتس جو. هنا وقفنا في الفيديو الماضي جنب القصر، امام القصر. كتبت لنا هل انت خائف يا ايها الجبان، هي بتقول علينا نحن جبان، يعني هي بدها يعني توقعنا في الفخ. انا ما بدي اقولها انه انا جبانة، رح اقولها انا شجاع، يعني انا شجاعة. حسنا، اذا دعنا ندخل القصر. يا الله، انا كيف ليش قلت لها انا يعني شجاعة؟ او ماي جاد. حسنا، انا راح ندخل للقصر. يا الله، ما بعرف شو راح يصير في القصر، ما عندي ولا فكرة عن شو راح يصير. ما هذا الذي تحت قدميك؟ او ماي جاد، هذه شكلها دمية. دمية؟ او ماي جاد، شكلها بيخوف. او ماي جاد، دمية. او ماي جاد، عم تصدر صوت. نعم، راح اقول لها مخيفة. نعم مخيفة، لقد أحببتها كثيرا. رح أقول لها لا، دعيها جانبا، ما بدنا هذه الدمية، لا أريد السير حتى أخذها معي. هذه مريم عنصرية، يعني لما بقول لها أنا الشيء هي بدها تعمل العكس. حسنا أوكي، دعنا نصعد هذا الدرج. يا الله، ما عندنا اختيار تاني، لازم ان نقول حسنا، ما عندنا اختيار تاني. كيف رح نسلك حالنا؟ ما بعرف. اوكي، هل تسمع الصوت القادم؟ مريم اسرع وانظر ماذا وجدت. لا اريد، رح قولها لا اريد، انني خائفة، تعال في الحال. حسنا، انه شخص حزين. او ماي جاد، شوفوا معي الصورة، فعلا ببين حزين. لا ادري ماذا يجب ان نفعل، رح قولها اتركه وحيدا. بعرف انه هي بدها يعني توقعنا في فخ، بس رح اقولها رح اترك وحيدا. لماذا تريدنا ان نتركه؟ رح اقول له انه مخيف. قل له اي شيء. السلام عليكم، من هو انت؟ رح اقول له السلام عليكم. الشخص قال لي لماذا دخلتم هذا القصر؟ رح اقول له لا ندري، انه قصر الساحر العجوز. او ماي جاد، مين هذه الساحرة العجوز؟ يا الله، انا شكلي خايفة كتير والله العظيم. اوكي حسنا، كتب لي لقد حبستني هنا، سوف تأتي بعد قليل. يا الله، الساحرة العجوز هي اللي حبسته. بعد قليل رح اقول لها، رح اسأله هل هي مخيفة. الساحرة الشريرة سوف تحبسكم. يا الله، هيا اذا لازم اننا نهرب، ضروري لازم نهرب ونختبئ. اين تريد ان تختبئ مع مريم؟ بسرعة، رح نقول خلف الباب او داخل الدولاب. داخل الدولاب افضل. اوكي، لازم اننا نختبئ الان وما نصدر ولا صوت، لازم ما نصدر ولا صوت. اوكي، صوت قريب من هنا. يا الله، الساحر العجوز اجت. ياي، يا الله، الساحر العجوز اجت للبيت. مريم قالت لماذا تبكي الساحرة؟ انا ما بعرف ليش عم تبكي. ما هذا الذي بجانبك؟ انظر الى يدين الساحرة كم هي مخيفة. يا الله، الساحرة اجت، الساحرة اجت للبيت، اجت للقصر. يا الله، الدمية اللي معانا هي اللي كشفت امرنا لانه بتصدر صوت. ليش جبناها معنا؟ مريم عم توقعنا في مشاكل والله، عم توقعنا. الساحرة عم تقول من هنالك. يا الله، سمعت صوتنا. الساحرة، من انتم؟ لازم نعترف لها. انا رح اعترف. هذا انتم، لقد كشفتنا، سوف اسجنكم هنا. يا الله، رح تسجننا. او ماي جاد، لا، لماذا؟ هيا نخرج، لازم اننا نكسر النافذة، هي اسهل طريقة صراحة.
لا نستطيع الخروج مريم، عم تقولنا لا نستطيع الخروج، ماذا نفعل؟ ساعدنا يا هذا، لازم نطلب من اللي رح يساعدنا. اكسر القفلة بسلاحك، فقط هز الجهاز، لازم نهز جهازنا. الحمد لله كسرنا، الحمد لله، الحمد لله كسرنا. مريم عم تقول واو كم أنت بارع. يلا نخرج بسرعة يا مريم، يلا. أوكي حسنا، إنني خائفة جدا من الساحرة، وأنا أيضا خائفة كتير من الساحرة، والله خائفة كتير. يا الله الحمد لله أن طلعنا من القصر، بس ما نفرح كتير لأنه ممكن تلحقنا. رح ما قالت لي مريم ماذا تظن أن تفعل إذا لحقت بنا؟ رح تقتلنا بالطبع. لا يهم، دعنا نهرب بعيدا، يلا نهرب بسرعة، يلا يلا يا مريم، يلا نهرب. ياي، هل أنت تشعر بالبرودة في قدميك؟ صراحة لا، ما بشعر بالبرودة صراحة، ما بحس إنها باردة. بتقول لنا مريم إنها أرض طينية رطبة، لازم نطلع بسرعة، ما خصنا في الروائح يا مريم. عم تسألنا ما هذه الرائحة؟ ما بعرف، رائحة طين بدون. يبدو أننا دخلنا مقبرة أموات. أوه ماي جاد، لا مستحيل، يا الله لازم نخرج، دعنا نخرج. أوكي حسنا، مريم عم تقول إننا أسمع أصوات تلاحقنا. يا الله يا الله، يبدو أنهم سمعوا خطواتنا. يا الله يا رب ما تكون الساحرة، يا رب ما تكون الساحرة. ما هذا الذي تحت قدمينا؟ صورة بدون صورة. حسنا يجب أن نرميها طبعا. حسنا لازم أن نطلع من المقبرة بسرعة، لازم أن نطلع منها. سمعت أنه يوجد حارسة لهذا المكان. يا الله مين هذه الحارسة أيضا يا رب؟ سمعت فقط وجودها حيزونة. مين هذه حيزونة؟ مين هذه؟ يا الله يتجاوز عمرها 2000 عام. أوه ماي جاد، صراحة أنا بخاف من هذه حيزونة. لا تهتموا لذلك، دعنا نكمل طريقنا. حسنا رح نكمل طريقنا، ويا ربي ما تطلع لنا هذه حيزونة. ما بعرف إذا كنتوا أنتوا أيضا لعبتوا في هذه اللعبة من قبل، خبروني بالتعليقات الآن قبل ما أكمل مين هي حيزونة وهل هي شخص شرير أو لا. صراحة يعني هذا شيء بيخوف، واللي بده يلعب بهذه اللعبة رح أترك لكم تطبيق اللعبة في أول تعليق. أوكي خلونا نكمل. حسنا يا رب يا رب ان ما تطلع لنا الساحرة وما تطلع لنا هذه حيزونة، لانه كل الاشخاص بيكونوا بيخوفوا. انتبه انتبه، لماذا فعلت ذلك؟ ماذا فعلت انا؟ لقد مشيت على القبور. او ماي جاد، انا مشيت على القبور. يا الله والله انا خايفة، يا ربي ما يطلع لي شي وحش. الصوت، ما بعرف الصوت، الصوت بيخوف، والله بيخوف كتير. ياي بخوف الصوت. ياي هي نسرق، إنها حيزونة. أوه ماي جاد حيزونة إجت. حسنا لازم نهرب، هذا صوت حيزونة. ياي بتخوف حيزونة، والله بتخوف كتير هذه حيزونة. أوه ماي جاد صوتها بخوف كتير. هذه هي حيزونة، والله بتخوف حيزونة. اسمها حيزبونة، حيزبونة عفوا. لماذا أنتم هنا؟ رح نقول لها الساحرة تلاحقنا. نعم لا أحد ينجو مني أبدا. وماذا سوف أنتقم منك؟ نحن هاربين من الساحرة وهي بدها تنتقم منا. ليش يا حيزبونة ليش؟ رح نقول لها نريد الخروج. أنا لا أصدق ذلك. يا الله لازم أننا نطلع، لازم نطلع من المقابر، لأننا نحن دخلنا على المقبرة وهي شكلها مكانها هو هذا المقابر. انظر خلفك. أوه ماي جاد، لا يا الله أنا خايفة كتير، والله خايفة. لا عم تقولنا انظر على اليمين، انظر على الشمال. فعلت أوكي. مين هذا حارسها الشخصي؟ سقراط. يا الله الآن صرنا أمام عصابة، حيزبونا، الساحر هذا سقراط، الساحر العجوز. هذا يأكل ولا يسمن. يا الله قالت لي ماذا سوف أفعل بكم؟ بليز دعينا نذهب. يا الله دعينا نذهب. الحمد لله إنه راح تسامحنا هذه المرة. يا ربي اسمحي لنا، بس يا ربي تسمح لنا. يجب عليكم مغادرة لهذا المكان. طبعا راح نغادره بأسرع وقت ممكن طبعا. حميدة
جميل قد نجونا من حيث زبونا، الحمد لله رح نقول لها إننا إنها مسالمة. مريم عم تخاطبني باسمي وأنا عم خاف كتير، هذه مريم بتوقعنا في المشاكل، هي سبب المشاكل. إنها مسالمة، هيا نغادر بسرعة. الحمد لله حيزبونا يعني طلعت إنها مسالمة، الحمد لله رح نغادر الآن بسرعة. هل أنت خائف من الأشباح؟ لست خائف، كن مسالمة تنجو منهم. الحمد لله إننا نجينا، الحمد لله يا الله. لا تحارب الأشباح. أوكي مريم، أنا ما رح أحارب الأشباح، بس دعينا نذهب بسرعة، بدي أرجع للبيت. أوه ماي جاد، شو هالصوت؟ بظنه صوت شبح، أنا بظنه صوت شبح، بظنه أنا صوت شبح. إنها ساحرة القصر، يا الله ماذا تريد؟ إنها تريد قتالنا، يجب عليك حمايتي منها. حسنا يا مريم حسنا، يلا. لقد منحني سقراط سيف لمحاربة الشر. أوه ماي جاد، أعطاها سقراط سيف. سقراط هو يعني حارس حيزبونا. وماذا؟ يمكنك استخدام السيف، فقط هز الهاتف. يا الله، هذه مريم بدها يعني ترجعني قاتلة. حسنا، انظر والسعيد وامسك السيف جيدا. حسنا، الساحرة أين أنتم ذاهبون؟ لازم أن نقتل الساحرة. أوه ماي جاد، رح أقتل الساحرة، يا الله. أوه ماي جاد، لن تستطيع هزيمتي. أوه ماي جاد، لازم نهز الجهاز ونقتلها. لن تستطيع هزيمتي، يا الله ما بتتأثر بالسيف. يا رب تموت، يا رب تموت، يا رب تموت وما تلحقنا يا رب. لازم نهز الجهاز. او ماي جاد، يا رب تكون ماتت، يا رب. يا رب يا رب، شو راح يصير؟ يلا موتي موتي. ما هذا؟ لن تستطيع قتلي في هذا السيف. ساعديني يا مريم، بليز مريم ساعديني. يجب عليك طلب المساعدة، نداء حيزبون أو نداء سقراط. يا الله، مين راح ننادي؟ هل حيزبون أو سقراط؟ الاثنين خطيرين جدا، الاثنين يعني كيف راح ننجو من هذه الأشخاص الثلاثة؟ حيزبون، سقراط، والساحر. أوه ماي جاد، حيزبون وسقراط وساحرة القصر. صراحة أنا ما بعرف شو راح أعمل، اللي بيعرف خبروني بالتعليقات شو راح أقدر أعمل ونكمل الجزء الثالث. إذا حبيتوا الجزء الثالث وصلوا هذا الفيديو لعشرة آلاف لايك بسرعة وراح نعمل الجزء الثالث، أوكي؟ وخبروني شو راح نعمل في الجزء الثالث وشو ممكن أعمل مشان أخرج من هذه المصيبة اللي أنا وقعت حالي فيها مع مريم. بليز خبروني بالتعليقات شو أقدر أعمل، أوكي؟ وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، حطوا كتير لايكات، وصلوا لعشرة آلاف بسرعة ورح نعمل الجزء الثالث، أنا بوعدكم رح نعمله. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نلتقي بكم في الجزء الثالث إن شاء الله. بشوفكم الفيديو الجاي، باي.